كيف تعيش الآن أستاذة سمية حياتها الزوجية بعد ملاحقة العديد من الإشاعات وتدخل العديد من الأسطر الإعلامية في حياتها؟ عفوا هذا الموضوع زعما هو موضوع شخصي لا داعي زعما للحديث عنه. هذه يعني مرتاحة عفائك من الوزارة؟ عادي، كما نحن الحمد لله المسؤوليات هي تكليف وليست تشريف. دائما أي مسؤولية تكلفنا بها كيفما كانت هذه المسؤولية نحاول أن نؤديها على أحسن وجه. وكما قلت للأستاذ عبد الإله بن كيران مباشرة بعد خبر إعفائه، قلت له الحمد لله اللي خرج لي سيدي ربي خرج سيرفيسك على خير كما كيقولوا المغاربة. فاحنا الحمد لله سيدي ربي خرج سيرفيسنا على خير واشتغلنا بجد ونشاط، والحمد لله ما لم يسجل علينا أي مخالفة من أي نوع. اشتغلنا لمصلحة هذا الوطن ولا زلنا نشتغل. المواقع تختلف ولكن الاشتغال يستمر والمواقع تتبدل وتتغير. الدكتور سعد العتي العثماني كان وزيرا للخارجيه وخرج من وزاره الخارجيه والان هو رئيس الحكومه. المهم هو انه لا نفقد البوصله المتعلقه بخدمه هذا الوطن.